السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يا سعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير. ان شاء الله قراءة جديدة وحصرية على قناة اسرار العالم الروحاني لمواليد برج الجوزاء. صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم بشرنا بما ننتظر منك وانت خير المبشرين كله. اتمنى من اخواتنا في الله ادعموا الفيديو باللايك، وان كنت لم تشترك في القناه فاشترك في القناه وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد من اسرار العالم الروحاني. بسم الله الكاشف، اللهم صل على الحبيب المصطفى. لا اله الا الله. شايف عندك في حياتك الماديه فيها انقلاب، شايف عندك انقلاب في حياتك الماديه. بص هنا، شايف عندك هنا طريق فيه خير وفيه تفاؤل بإذن الله تعالى. شايف في طريق مسدود وطريق فيه خير بإذن الله تعالى. الطريق الخير ده تقدم ليك ورزق بإذن الله. حاول تستغله، حاول تستغله. هيبان لك خلاص قدامك، هتفتح أمامك الطريق وهيبان إنه هو الطريق الصح اللي أمامك. شايف هنا؟ شايف عندك ماشي شوية تعطلات، شوية مشاكل، بس هتتخطاهم بمشيئة الله، هتتخطاهم بفضل الله سبحانه وتعالى. بلاش تسمع للكلام الكثير، بلاش تسمع للكلام الكثير، بلاش تزاول نفسك في أمور. أنا شايف عندك رزق وعندك خير، عندك فرحة بفضل الله تعالى. جدد الطاقة، جدد الطاقة الإيجابية واخرج من الطاقة السلبية اللي عندك. عندك خير وعندك فرحة، بلاش الإحباط، بلاش الكسل، بلاش الكسل. ماشي، شايف في مشاكل في بيتك، في نار، شايف مشاكل في بيتك مش قادر تخلص منها، عندك مشاكل كتير في حياتك، بتحاول تهدي النفوس، بتحاول تتخطى المشاكل دي ومش عارف. اللهم صل على الحبيب المصطفى صلاة عليه. بسم الله، شايف عندك خروج من محنة. عندك خروج من محنة، عندك تعويض من ربنا سبحانه وتعالى. شايف الشريك هنا مش فاهمك، في مشاكل ما بينك وما بينه. دايما الناس بتتكلم على الشريك او بتتكلم عليكم، في كذا شخص عايز يوقعكم ما بينك وما بين الشريك، عايزين يكسروكم، عايزك تغير من نفسك، عايزك تغير من نفسك، لان هم عايزينك تسيب الشريك. الأيام اللي داية عندك خير بإذن الله. عندك هنا في سحر، في سحر بيتجدد، في سحر بيتجدد من واحدة ست، سحر بيتجدد تلقائيا كل شهر من واحدة ست. أنا شايف هي لسه ما اتجوزتش، الست دي أو البنت دي لسه ما اتجوزتش، هي اللي عمال تعمل عملت لك السحر، فالسحر بيتجدد، عندك طاقة سحر. شايف ان انت بتحاول تدعي وتقول يا رب خردني من هذا السحر، خردني من المشاكل، خردني من اللي انا فيه. اللهم صل على سيدنا محمد. شايفك بتدعي كتير بتقول يا رب انصرني، قلبك مكسور. بتلاقي حتى مهما تعمل بتلاقي ناس بتأذيك، مع انك عملت معاهم الخير لكن بيبخوا سم عليك. في مشروع او موضوع شاغل بالك فيه وبتحاول تدخل في هذا المشروع، ان شاء الله خير، شايف خير باذن الله تعالى، بس كن حويط وخلي بالك الايام اللي جايه. حاول تاخذ القرار الصح علشان ما تندمش عليه بعد كده. بسم الله الكاشف. انت وقعت في مشكله او وقعت في حفره، لان كتير حوطوك او وقعوك في حفره واتكلموا عليك، وهم الاقارب، هم الاقارب. بس انا شايف عندك حصان او حاجة هتخردك من اللي انت فيه، هتخرج من الدومة او التحويطة اللي حواليك. عندك تفاؤل بإذن الله تعالى. حاول تحس بالتغيير، حاول تتغير من نفسك او تغير السكن اللي انت فيه او تغير حاجات، لان انا شايف في شراء مسكن او شراء بيت او شراء حاجة انت مستنيها، شراء سيارة، في شراء حاجة معينة هتشتريها. عندك نجاح في الدراسة بمشيئة الله تعالى، عندك نجاح. شايف ان هنا انت عندك ندم، ندمان على حاجة عملته، ندمان على حاجة عملته، عندك كمية ندم.
اللهم صل على سيدنا محمد. شايفك هنا بتحاول تلملم أوداعك، بتحاول تلملم أوداعك. شايف هنا برضو في طريق خير وطريق ريسك، طريق خير وطريق ريسك. حصن نفسك، حصن نفسك واقرأ الدعاء، وعليك بالتحصين، عليك بالتحصين علشان السحر يبعد عنك، عليك بالتحصين علشان السحر يبعد عنك ويبعد عن الطاقة السلبية، ابعد عن الطاقة السلبية. شايف هنا بسم الله الكاشف، خليك مستقل بنفسك، بلاش تسمع للآخرين، بلاش تسمع كلام الناس. عندك هنا اشتياق، مشتاق، عندك كمية اشتياق لأطفال، لأهل، لحبيب، مشتاق لحد، مشتاق لحد. انت في حد بعيد عنك مشتاق له جدا. هذا القراءة احبابنا في الله عامة للرجال والنساء وقراءة مفتوحة. شايفك كده انت في حد مسلف له او انت بتديله فلوس، انت مسلف حد فلوس. بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد. شايف هنا في حد حق ردع لك فلوس، ردع لك سواء كنت انت مسلفها لحد، لان في فلوس ديا لك، في مشروع مقدم عليها ديلك باذن الله تعالى، باذن الله ديلك. اللهم صل على سيدنا محمد. بص هنا شايف الناس اللي حواليك مش كويسين جدا، خليك هادي وبلاش تتعصب وبلاش عشان تتخطى المشاكل او تبعد عنها، حاول تبعد عنها، حاول تبعد عن المشاكل، لان انت في قصة حلوة، في طريق حلو، او حال انا شايف رحلة، حد هيكلم لك وهيعتذر لك على حاجة هو عملها، شايف في حد هيكلمك ويعتذر لك. بلاش تسمع كلام كثير، والكلام الكثير بيخلي النفوس تشيل، بلاش تسمع كثير. في حد هنا بيحاول يتكلم معاك او يوصل لك، بيحاول يتكلم معاك او يوصل لك، بس خلي بالك في ناس بتحاول تخدعك، بتحاول توقعك في شر اعمالك، خلي بالك، كن حريص. شايف هنا انت دايما ابتدي لك الناس بتعيب لك على اشخاص، بتقول لك الشخص ده مش كويس ابعد عنه او هكذا. حاول انت تقيم بنفسك وانت اللي تشوف بنفسك، بلاش تسمع كلام حد، لان انت هتكشف الحقيقة قدامك، هتكشف كل شخص امامك قدامك، بس الحقيقة هتودعك. شايفك بعد ما هتكشف الحقيقة هتودعك. شايفك انت بتقول ربنا بيحبني، ربنا نصرني، ربنا اداني على قد نيتي، لانك انت طيب وما تستاهلش كل الشر الناس اللي بتقدمه لك ده. شايف الايام اللي جايه باذن الله، شايف عندك حاجه حلوه، هتغير من نفسك، هتغير من حياتك، شايف ان عندك تغير، حاجه حلوه دي لك، هتغير حاجات عندك كثيره. شايفك ان انت بتلملم حالك، بتلملم فلوسك، وبلاش تصرف كتير، لان اللي داخل خارج، الفلوس في ايدك بتبخر ما قاعدش معك يعني. لان شايف هنا حاول تلملم علشان تقدر تصرف وتقدر تكمل طريقك. اللهم صل على سيدنا محمد. حاول ان انت تستغل كل الوقت اللي عندك او كل الوقت اللي في حياتك. شايف عندك خير، عندك رزق، عندك حب، عندك تفاؤل، عندك حد هيكلمك ويعتذر لك. شايف هنا كمان انت بسم الله الكاشف، حياتك هنا المادية اللي جاية على قد اللي رايح، مفيش حاجة مكتملة او متجمدة معاك، مفيش حاجة متشالة، اللي جاي على قد اللي رايح. علشان كده بقول لك حاول تمسك على ايدك، حاول تغير من نفسك. عندك خير، عندك خير، عايزك يعني بلاش تكون محبط. احب ابشرك ما شاء الله عليكم، انتوا يعني هنا هتخرجوا شخصين من حياتكم، هتغيروا شخصين من حياتكم، بيتدخلوا دول في خصوصياتكم، بيعملوا لكم مشاكل. البعض عندكم هنا اللهم صل على سيدنا محمد عنده بشرى بمولود،
عنده بشرب مولود، في بعض منكم عنده زواد مرة أخرى، مرة ثانية عندكم زواد، في زواد مرة ثانية. شايف هنا، اللهم صل على سيدنا محمد. شايف عندك هيكون فلوس هتمسكها في ايدك، الفلوس ده تمسكها في ايدك، هتحقق بعض الامور اللي طال انتظارها. شايف ان انتو بعض الامور عايزين تحققوها، بمعنى صح بلاش تشتكوا من الم المعدة. الحاجة اللي بتشتكوا منها اكشفوا عليها، لان السحر عملكم تعب في المعدة، حاولوا تخلصوا من السحر، لان شايف طاقة سحر عندكم، حاولوا تخلصوا منه، لان شايف عندكم كمية طاقة حزن، طاقة سلبية، طاقة تعب. اللهم صل على سيدنا محمد. في سر هنا، انت لو اكتشفته هتحط النقط على الحروف بشكل مختلف. شايف ان لو اكتشفته هتحط النقط على الحروف بشكل مختلف خالص. شايف هنا الايام دي انتم من اكتر الايام اللي عندكم كسل، عندكم خمول، يعني حاسين باحباط طول الوقت والصداع مستمر، عندك الاصداع مستمر. شايف ان انتم بتاخدوا علاج بيخفوا شوية ويرجعوا تاني، يعني الصداع مزمن بمعنى اصح كما كنا. هذا من السحر. شايف هنا ان انت خلاص قررت تنتبه، قررت تاخد خطوة، قررت تغير حياتك بالكامل وتبصوا لنفسكم بشكل مختلف. ابتداتم تحققوا النجاح، توصل للهدف اللي انتوا عايزينه. شايف ان انتم هنا بتحبوا نفسيكم، بس انتوا يعني مش انانيين، بس بتحبوا نفسيكم، بتحبوا تغيروا، بتحبوا تستكملوا، بتحبوا تاخذوا خطوه لقدام للامام. علشان كده دايما معرضين من المشاكل والاعداء، عندك الاعداء، لان طيبه قلبكم وانوقتكم هي اللي مخلياك من الناس مش بتحبكم، الناس عايزة توقعك في مشاكل، متعرضين للأعداء، متعرضين للأعداء. شايف الانفراد، خلاص الانفراد، قدامك خطوة بإذن الله تعالى، وهتعدي الظلمة وهتخرج إلى النور بإذن الله تعالى. البعض منكم هنا عنده سفر، عنده نجاح كبير بإذن الله تعالى في حياته، عنده نجاح كبير في حياته. شافك هنا انت متضايق، مخنوق، متضايقين، مخنوقين قوي. الخنقة اللي عندكم دي شايف ان هي مخلياكم خلاص بتشتكوا على الهم اللي انتوا فيه. اللهم صل على سيدنا محمد. شايف الفترة دي انتم هنا عايزين حاجة تعملوها، عايزين حاجة تعملوها او حاجة تتخلصوا منها. شايفك ان انت في حيرة، محتار، عايشين يعني في فترة صعبة، فترة متقلبة، فترة يعني مش عارفين تاخدوا فيها قرار. بس عندكم إشارات حلوة، عندكم كذا إشارة وكذا فرحة بإذن الله تعالى، عندكم كذا فرحة. هتقف على أرض صلبة وهتخرج من الضيق في وظيفة بإذن الله تعالى، وكنا في زواج مرة ثانية، في بشرب مولود إن شاء الله، عندك سفر وفي رحلة فسحة أو رحلة، في مكالمة تدي لك هتسعد قلبك بمشيئة الله، قدامك نقطتين وهتدي لك المكالمة بإذن الله تعالى هتسعد قلبك. صلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما أنتظر منك وأنت خير المبشرين كله. أتمنى من أحبابنا في الله وأخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشترك في القناة فلاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد من أسرار العالم الروحاني. وإن كنت بتعاني من السحر أو من المس أو من تعطيل أو من تابعة، كلها الفيديوهات بنزلها من قبل داخل القناة، والرقم أمامكم، واتس إن شاء الله، اللي حابب يتواصل معنا يتواصل بمشيئة الله. وكما تعودنا الصلاة على الحبيب المصطفى، انزل في التعليقات صلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صلي صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد، واغشي اللهم بنورك كما غشيت سحابة التجليات، فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي أعزه من كل سوء. اللهم فرد كربنا كما وعدت أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام.